لماذا تقام الهدن؟ وما فائدة إبرام اتفاقيات السلام إذا لم تحمي المدنيين وتصن دماءهم؟ هؤلاء أطفال الحديدة فاضت أرواحهم بسبب ألغام ميليشيا الحوثي التي زرعتها في الأحياء السكنية والطرقات، وقد أدت وفق تقارير ألوية العمالقة إلى استشهاد طفلين كانا في طريقهما لجلب الماء والغذاء في حي المسنة جنوبي الحديدة. هذا جرائم الحوثي، وين القانون الدولي؟ هذا القانون الدولي وين نايم؟ الحوثي ما يقتل، يقتل أطفال، أحرق الحلق والنسل ودمر أطفال بالألغام وبالهاوين بيوم الهدنة، وين ذهب القانون الدولي؟ فعل الطفل، فعل الآلة، فعل الشاهد، هل هذا مش ضد الحوثي؟ ليست وحدها ألغام الحوثي من تمثل تهديدا لحياة المدنيين وخرقا لاتفاقيات السلام، بل أيضا إعاقته الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، حيث واصلت ميليشيا الحوثي منع تسيير القوافل الإنسانية عبر استهداف الجرافات وفرق فتح الطرقات بين مدينة الحديدة والمناطق المجاورة. وأكدت مصادر ميدانية بأن الميليشيا استهدفت الطرق ومعدات النقل بقذائف الهاون وإطلاق النار من الأسلحة الثقيلة. ووفق مصادر عسكرية تابعة للحكومة، فإن الحوثي يمارس خرقاً واضحاً لاتفاق السويد الذي ينص على فتح الطرقات لإدخال البضائع الدوائية والغذائية إلى المناطق المتضررة. هذا أحد المعدات الثقيلة أثناء قيامه بإزالة المتارس والحاويات ودفن الخنادق، قامت ميليشيا الحوثي بضربه بصاروخ موجه. هذه الميليشيات ما قامت به ليس عملية اختراق، إنما نصف لعملية اتفاق السويد. وقائع الحديدة تشير إلى أن الحوثي يقوم باستغلال الهدنة الأممية لكسب الوقت لدفع المزيد من التعزيزات العسكرية. وقد أكدت مصادر إعلامية بألوية العمالقة وصول آليات عسكرية باتجاه مديريتي التحيتة وحيس، وذلك بهدف دعم مواقعها لاستهداف القوات الحكومية. زرع الألغام، استهداف القوافل الإغاثية، التعزيزات العسكرية، وإعاقة فتح الطرق الإنسانية، خروقات كثيرة تمارسها ميليشيا الحوثي في الحديدة في ظل عدم اتخاذ لجنة المراقبة الدولية خطوات عملية تجاه الميليشيا، وهو ما يجعل هدنة وقف إطلاق النار في مهب رياح الفشل.